الله أكبر الله أكبر. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. ليلة القدر انتهت وبقي يوم القدر. في جملة من الروايات إن فضل هذا اليوم يضاهي فضل ليلة القدر. القدر في كثير من الروايات، بالخصوص في كتاب نهج البلاغة، روايات عديدة تؤكد أن القدر هو قيمة الإنسان. من جملة ما يفسر هذا التعبير القدر، يفسر بأنها ليلة يدرك فيها الإنسان قدره، وهذا الإدراك أهم الأمور. في نهج البلاغة وفي كلمات أمير المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام: العالم من عرف قدره. هذا حصر العالم، فقط وفقط من يعرف قدره. في حديث آخر: الحق والخير في من عرف قدره. وقال عليه السلام: ما هلك امرؤ عرف قدره. في وصيته لابنه محمد بن الحنفية قال عليه السلام: لن يهلك يعني أبدا، امرؤ عرف قدره. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى المرء جهلا أن لا يعرف قدره، وإن من أبغض الخلائق إلى الله تبارك وتعالى لعبد ولك له الله إلى نفسه جائرا عن قصد السبيل، سائرا بغير دليل، إن دعي إلى حرث الدنيا عمل، وإن دعي إلى حرث الآخرة كسل. القدر في رواية أخرى: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. الإنسان أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. هذه الطاقة المودعة في داخل الإنسان، إذا تعرف الإنسان عليها فإنه يحقق بذلك الكمال الإنساني. هذه الطاقة المودعة، هذه طاقة الله تبارك وتعالى. التعويذة تعويذتان:
التعويذة يعني الكلمات التي يستخدمها الإنسان من أجل استجلاب طاقة هائلة يسموه تعويذة. هذا الدعاء من جملة هاي الأدعية. التعويذة تعويذتان، كلمات تستخدم في استجلاب الطاقة الكونية الإلهية، هذا في التعويذة. هذه في ليلة القدر وهذه الليالي الماضية في شهر رمضان كثير محل ابتلاء هذه الكلمات. الإنسان يطلب من الله تبارك وتعالى رحمته، هذه الطاقات الإلهية المودعة في الكون. الإنسان يريد يستخلص، يحصل، يستحوذ على جملة من هذه الطاقات الهائلة الجبارة، هذه المكونات الإلهية، فيدعو قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هناك طاقة ثانية هذه مهملة تماما، وهي الطاقة المودعة في داخل الإنسان. ليست هناك تعويذة تستجلب هذه الطاقات، هم طاقات إلهية. أتحسب أتزعم أنك جرم صغير وفيك، هذا واو حالية، وفيك انطوى العالم الأكبر. سنريهم، الله يوم القيامة يقول راح نروي لهم، سنريهم آياتنا في شيء في الآفاق وفي أنفسهم. آيات الله مودعة في شيء في هذا الكون الهائل، هذا الكون اللي الذرات فيه، الكواكب فيه عشرات المليارات. الله تبارك وتعالى يقول أكو هناك آيات، طبق هذه الآيات في الكون موجودة مودعة في نفسك. من البشر يحاول أن يستخدم تعويذة في استجلاب هذا النوع من الطاقات؟ تعويذة يعني شنو؟ يعني كلمات. يكلم نفسه، يكلم نفسه، يحفز نفسه، يرقي نفسه. هذه الكلمات هي أهم جهد نفسي في الحياة. أكو هناك ثلاث آيات مثل بعض، يسموها القاعدة، يسموها النكرة في سياق النفي. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، شوفوا استثناء في سياق ما يعبأ نفي. والآية الأخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هناك سعي يحتاج إلى جهد بدني، جهد عضلاني. الشيء الثالث، هذه الآية التي في مطلع قرأناها في مطلع كلامنا في مطلع سورة الرعد الآية 11، قانون إلهي، إن الله، إن أداة تأكيد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، هذا استثناء، شوفوا لا يغير في سياق النفي، مستحيل الله يقول ما أغير، حتى يغيروا ما في أنفسهم، ما بأنفسهم. التغيير يجب أن يحصل، هاي ثلاثة حالات. فتشي أكو يرتبط دعاء، الإنسان يطلب من الله هذه البركات الكونية، هذا استجلاب. شيء أكو آخر، أن الإنسان يجب أن يصلح في داخله. الإنسان طاقة بلا حدود، الإنسان قدرات بلا حدود، هذه القدرات تبقى إلى آخر يوم في الحياة، تبقى غامرة، مغمورة، مهملة. أكو تأكيد شديد على الإنسان في استخراج هذه الطاقات. ليلة القدر من أهم الأمور فيها في الحديث، أكو روايات متعددة، الفقهاء كلهم يقولون هي أفضل عمل في ليلة القدر. ماذا أفضل عمل في ليلة القدر؟ مذاكرة العلم. مذاكرة العلم ليش؟ حتى هذه الطاقة الداخلية تستيقظ،
هذه الطاقة اللي من يوم الولادة شنو الإنسان مخليها في حالة سبات، ماكو أي تحفيز. هذه الطاقة جدا مهمة. قدرة الكائن البشري، روحوا أقروا، معروف قدرة الكائن البشري تفوق قدرة الكون. يقولون فقط الجهاز العصبي، فقط هذا المخ يمتلك 100 مليار، هذا فتح عدد معروف يقدروه علماء على كل حال، معروف هذا 100 مليار وصلة عصبية فقط في الجهاز العصبي، هذا في الجزء 100 مليار اللي هذا العدد يفوق الأجرام السماوية. هذا الإنسان، نعم القرآن يقول وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان أساسا في، لاحظوا هاي فد مسألة كلش مهمة، هذه القابليات كلها إمكانية، يعني مودعة تحتاج إلى استخراج، مثل الطاقات الكون اللي الإنسان يحتاج أن يدعو حتى يستجلب رحمة رب العالمين. هذه الطاقات مو فعلية، ليست حاضرة، تحتاج إلى استخراج. هذا الاستخراج يسموه تعويذة، كلمات، هي كلمات مثل ما الإنسان يخاطب الله من أجل استجلاب رحمة رب العالمين، لازم يخاطب نفسه. قد أفلح من زكاها، شنو هذا التأكيد القرآني منعدم النظير، والشمس 11 مرة رب العالمين يحلف، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، شنو هاي؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح. قد ماكو إلى نظير في القرآن الكريم، هكذا التأكيد، قسم 11 مرة 11 مرة، هاي طاقة تحتاج شنو؟ تزكية. تزكية شنو؟ أفضل طرق التزكية حقيقة، هذه فد مسألة كلش مهمة. نحن نعيش دورا ضئيلا جدا من طاقاتنا وإمكاناتنا، هذا الدور يحتاج إلى تفعيل. وهذا السبب شنو؟ السبب الاستصحابية، شيئيا القناعة والاستصحابية. أولا الإنسان قانع بالنتيجة، ثانيا استصحابية لعينة حقيقة، أكو فد استصحابية، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيته، ما يشوف ماذا يمكن أن يفعل، ماذا بوسعه أن يفعل. يجب على الإنسان أن يقوم بدوره بكل ما يمكنه، بكل ما بوسعه أن يقوم، مو هذا الشيء اللي إحنا مشغولين الآن، هذا مو دورنا الحقيقي، هذا في الجزء بسيط جدا من دورنا في الحياة. أعتقد أن أفضل خدمة تسديها للبشرية شيئيا، أولا ساعد نفسك، ساعد نفسك على امتلاك دورك الحقيقي في الحياة، وثانيا ساعد الآخرين في ذلك أيضا. قم بدورك بأقصى ما يمكن أن تقوم بهذا الدور، مو بهذا المقدار اللي موجود. احنا بيئتنا، ظروفنا الاجتماعية، ظروفنا العائلية تفرض علينا فد نمط خاص من الحياة، هذا النمط حقيقة هذا نمط مشوه من الحياة، هذا نمط تعيس من الحياة، هذا اللي جاي نعيشه، هذا شيء بسيط جدا جدا من الدور الذي يمكننا أن نعيشه. ليش؟ أكو استصحابية. يقولون هذا في علم النفس، يقولون أهم عوامل تكميل النفس، كمال النفس، عنوانيا أظن أن هذان العنوانان وجهان لعملة واحدة، يعبرون بهذا التعبير. العنوان الأول يقولون انعدام الانحياز، العنوان الثاني هسه أوضح شنو، العنوان الثاني يقولون الانفتاح على الوجود. هذا مفهوميا ولو مؤداه شيء واحد. لاحظوا شنو اللي يقوض قدراتنا، ليش احنا
أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ليش إنسان هالشكل يحس؟ شنو يقوض هذه القدرات؟ شنو انحيازاته؟ انحيازات شنو يعني؟ يعني داري، بيتي، زوجتي، زوجي، أولادي، تجارتي، ما يحوزه الإنسان في الحياة. هذه تقلص الإنسان. الإنسان لازم يتحرر من هذه المفاهيم إذا يريد يصل إلى درجة الكمال. لازم يتحرر، وبعدين يتحرر يعني شنو؟ يعني مو مهم، مو مهم، مو يعني أنه يكون مهملا لأهله وعياله، لا. بالنتيجة هناك رسالة للإنسان. الإنسان يمتلك رسالة في الحياة. أكو في الحياة ثلاثة أشياء، لاحظوا، أكو فتشي حاجة، أكو فتشي غاية، أكو فتشي رسالة. ثلاثة عناوين. أكو حاجة، الإنسان يحتاج أن يأكل، أكو شهوات، حاجة، هاي حاجة، يحتاج إلى أكسجين، يحتاج إلى ماء، يحتاج، هاي حاجة. هذه أمور تافهة جدا. أكو فتشي أرقى من الحاجة، غاية، أريد أصير دكتور مثلا، أصير عالم، أصير تاجر، الناس يحترموني، هذه أهداف، هذه غايات يسموها. أكو الحاجة تافهة بس الأهداف شريفة مهمة. الإنسان يأكل بس مو خلق لأن يأكل. إحنا نعم الأكل إذا ما يأكل الإنسان يموت، بس هل هي غاية؟ الأكل غاية في الحياة؟ من أجل الأكل إحنا خلقنا؟ لا، حاجة، حاجة ملحة. النوم حاجة، الشهوات حاجة. أكو شيء أرقى من هذه الحاجات، غايات. الإنسان عنده أهداف بالحياة، يريد يتزوج، يريد يحصل، ينجب، يحصل على كيان عائلي، هذه غايات، صحيح؟ جيء للدنيا من أجل أن شنو؟ يوصل إلى بعض الأهداف. فشيء أكو أرقى من الحاج من الغايات، وهي رسالة الإنسان في الحياة. الإنسان ما خلق عبثا، الإنسان إلى فد رسالة في الحياة. بالله عليكم، هذا اللي جاي نقوم، هذا الدور الذي جاي نباشره، هل هاي رسالتنا في الحياة؟ هذه غاية ما يمكن أن يقومه الإنسان في خدمة الدين. إسا أي شيء، الرسالة هي تكون إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هاي رسالتنا، أمانة في متواتر الروايات، هي هذه الأمانة ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة هذا الدور اللي الإنسان جاي يقومه، حقيقة هذا أقصى ما يمكن أن يقوم به. بالله عليكم، هذا ما يصير عشر معشار من القدرة المودعة في نفس الإنسان. آياتنا، الإنسان موجود رهيب يفوق حتى الكون كله، أشرف مخلوقات الله. هذا هو دوري، أن أعيش، أروح للدوام أو أباشر تجارة وأطلع فلوس، وبالنتيجة أسخر هذه الطاقات في خدمة الدين. هذا في أشرف الفروض، أشرف الفروض أن يسخر الإنسان في خدمة الدين. بس هذا الحجم، حديثنا عن الحجم، هذا كل الحجم الذي يمتلكه الإنسان، هذا قدر الإنسان، هذا اللي نقوم فيه؟ كلا. أكو مشكلة في الإنسان، هذه المشكلة أساسها في علم النفس يقولون وجهان لعملة واحدة. أكو هناك شهوات، دائما الإنسان عندما شهواته ما تتأمن، ما يرتقي إلى الجزء الثاني الراقي، وهو شنو؟ الغايات. وعندما الغايات ما تتأمن، ما يرتقي إلى الرسالة والمسؤولية والأمانة. هذه حالة هرمية فيها الإنسان، اللي بطنه تأرق شهواته، نوم، نعسان، هذا يقدر يفكر بالدراسة الدكتوراه، يقدر يفكر يصير عالم، يقدر يفكر يصير تاجر. هذه حاجة. مصيبة أن هذه العناوين الثلاثة في الحياة لا يمكن أن يرتقي الإنسان من العنوان الضحل إلى العنوان الراقي
إلا بعد أن يستكفي تماما من العنوان الضحل هذا. فدائما عمرنا شنو ينصرف في ماذا؟ في تأمين العيشة، هذه الحاجة عيشة، والعيشة مكفولة، الله كافلها، كل طاقاتنا تخطيطنا فكرنا أعصابنا وين ينصرف؟ في تأمين عيشتنا والعيشة مكفولة. وبعدين في مجال ثاني بعد الانتهاء من العيشة هناك أهداف في الحياة، الأهداف هم على كل حال يسعى الإنسان فيها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الجهد العضلاني، هذا الجهد العضلاني كافي توصل الإنسان إذا ومن جد وجد، ضمان إلهي، هذا كلام أمير المؤمنين، ومن طرق بابا ولج ولج، الأهداف توصلها لا تخاف، بس وين دورك أنت في الحياة؟ حقيقة إحنا ولدنا لأن نصير علماء مثلا، دكاترة، هذه غاية القصوى من الإنسان. الإنسان ولد لأن يضع بصمة في الحياة، يغير من جريان الحياة، هذه مهم، مو لأنه إن كان للعلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله. إبليس والإنسان جاي للدنيا حتى يكون عالم؟ لا، مو هذا. هناك رسالة، الإنسان الله تبارك وتعالى جابه للحياة شنو؟ حتى يأثر في الحياة، حتى يغير من واقع الحياة، حتى يحقق الآمال الإلهية في الحياة. خليفة الله لعد، شنو لعد؟ إني جاعل في الأرض خليفة، يعني شنو؟ هناك أكو أهداف سماوية سامية جدا يجب أن تحقق في هذه الأرض. صدق هذا اللي جاي يقوم بهذا الدور حقيقة يحقق هذه الأهداف السماوية؟ كم بالمية من الأهداف تحقق؟ المصيبة وين؟ المشكلة وين؟ مشكلة أن الإنسان ميال للراحة، ميال، يعني حياتنا بسبب هذا الميل الشديد، هذه النزعة، حياتنا تافهة، حياتنا مشوهة، هذه الأدوار اللي نقومها أدوار مشوهة حقيقة، هذا مو دورنا. هذا ليش دورنا مشوه؟ ليش حياتنا مشوهة؟ لأنه ما عدنا نفسية المخاطرة، ما عدنا نفسية خوض الحياة، نخاف من الأمور، أكو مخاوف تحيط بينا، أكو فت حالة في الإنسان، هاي الحالة جدا مردية بالإنسان، حالة شنو؟ النزعة للراحة، النزعة للأمان. إحنا عقولنا، هاي فت كلمة حيوية راح أقولها، عقولنا فت مصيبة أكو في عقولنا تبالغ في حجم القضايا والأمور. أريد أسوي لي مثلا مسجد، أوه وين من يقدر يسوي مسجد؟ وين فلوسي؟ وين إمكاناتي؟ أريد مثلا أغير من واقع أمة أأثر في جماهير، وين أنا اعتباري؟ وين جيبي؟ وين فلوسي؟ من يعتبرني؟ أنت إنسان. أكو مبالغة في العقول، كل العقول في إعطاء حجم متزايد للقضايا التافهة في الحياة. الحياة جدا حقيقة سهلة إذا الإنسان يمارس دورها، وإلا الحياة معقدة بلا شك، بس الإنسان يفوق هذا التعقيد، يفوق هذه القساوة. الحياة قاسية بلا شك، بس إنسان وجود رهيب، إنسان فد موجود، عنصر رباني هذا الإنسان. وإذا نفخت فيه من روحي، الله يقول هذا الإنسان. الحياة جدا سهلة أمام الإنسان، بس شنو؟ دائما أكو شنو؟ العقول قلت تعطي حجم مبالغ فيه للأمور في الحياة، كل شيء حتى المستحيل ممكن. الإنسان ماكو شيء أمامه مستحيل، بس تدرون شنو اللي يسوي؟ يحقق، يعني يحول الأمور التافهة إلى أمور بالغة الصعوبة ومستحيلة. النفس، هذا النفس الرديئة، هاي النفس اللي ماكو فيها تربية، ما فيها تحفيز، ما فيها تحريك، ماكو فيها تقوية نفس، هي نفس مودعة طاقاتها بالقوة مو بالفعل،
الله تبارك وتعالى يقول تعال فعلها. 20 سنة 80 سنة أنا أنطيك عمر، أنطيك إمكانات، أأمن لك حياتك، أأمن لك أهدافك أيضا، مو بس حياتك، أهدافك أأمن لك إياها، صحيح؟ بس تعال رقيها، هاي رقيها 20 سنة 50 سنة 80 سنة رقيها. ما تحصل ترقية، ماكو ترقية في كل شيء يحصل، في الجسم يحصل ترقية، في الإمكانات تحصل ترقية، في هذا الشيء ما يحصل ترقية. نحن الإنسان فاعل مختار، مو بس الله في الكون فاعل مختار، كل شيء مسير في الحياة، حتى الحيوانات، الإنسان فقط فاعل مختار. الحياة محكومة لاختياراتنا. الله في القرآن آيات عديدة، يمكن 7-8، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. سخر مو خلق، مو يقول الله خلقت لكم، لا، مسخر يعني شنو؟ يعني تحت سلطتك، تحت إرادتك، سخر ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء مسخر للإنسان. الإنسان فاعل مختار، يتحرك يعني يفعل الأمور. أكو بعض الكائنات ما إلها فاعلية، مثل الجبال قوية راسخة بس ما إلها فاعلية. أكو بعض الكائنات مثل الحيوانات إلها فاعلية بس مو باختيارها. كأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول كالبهيمة المربوطة، همها على فها مشدودة، البهيمة مشدودة، هناتها مشدود. بين، في عبارة أخرى أمير المؤمنين يصف ذاك الرجل يقول بين نثيله ومعتلفه، منا يروح يأكل يروح منك يفرغ. هذا حيوانات هالشكل، أكو هناتها، أكو كوك، شايفين الساعة يكوكوها في نفس رأس الساعة دك صوت، هذا هناتها أكو كوك، ورا كم ساعة لازم يروح يأكل، ورا كم ساعة لازم ينزو، وكم ساعة يروح ينام، هش كوك. الإنسان فاعل مختار بإرادته، هذه الجانب المشرق في الحياة، فاعل مختار. بس تدرون هذه الدنيا المحكومة لاختيارات الإنسان، المصيبة تدرون شنو؟ أن هذه الاختيارات محكومة لشنو؟ للنفسية والعقلية الرديئة في داخله، اختيارات ضعيفة. فاعل مختار بس شنو؟ هذه الاختيارات واطية جدا، نازلة جدا، رديئة. بسبب شنو؟ أن الاختيارات محكومة، قل كل يعمل على شاكلته. هذه التركيبة الذهنية النفسية المهزوزة المنهزمة، محكومين لحالات انهزامية، يشوه اختيارنا الطبيعة الانهزامية، الطبيعة اللي مليئة باليأس. حياتنا كلها يأس، كل خطابات سلبية، كل نداءات منفية، هاي تحكمنا. هذه تقوض قدراتنا، مو تقوضها، تفلشها عدل، قدراتنا تروح. كل أكو داخل نداء سلبي، وهذا النداء السلبي يحتاج إلى علاج. أعرف قدرك، رحم الله امرأة عرف قدره. أعرف قدرك، أعرف قيمتك، تحرك. شوفوا الفرق بين الإنسان والحيوانات شنو؟ شنو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ إذا الإنسان يأكل، إذا الإنسان على كل حال عنده أهداف، شايفين الحيوانات هم عندها أهداف، هاي الأفلام اللي ترتبط، شايفين مثلا بعض الحيوانات كذا يرسمون لأنفسهم على كل شيء، يسمون فد مكانة مثلا ما حد يقدر يعتدي، أهداف، شايفين مو بس الإنسان عنده أهداف. الشيء الوحيد اللي يميز الإنسان عن الحيوانات تدرون شنو؟ أن الحيوانات حياتهم ما إلها مغزى، ما إلها معنى، ما إلها تخطيط، تخطيط يفوق العيشة. الحيوانات فقط وفقط يأمن عيشته، يقضي حياته، يحتاج إلى طعام يأكل. الإنسان فد ميزة على الحيوانات عنده، حياته إلى مغزى. مع الأسف إحنا حياتنا ما إلها مغزى. شنو مغزى حياتنا؟ هذا المغزى صحيح مغزى، بس ليس كل المغزى الذي مفروض أن يكون في حياتنا. هذا فقدت المغزى،
السبب شنو؟ قلت هاي النفسية الرديئة، هاي النفسية اللي ما مشتغلين عليها، اللي ما مرقيها. أفضل خدمة تسديها للبشرية رقي نفسك، ساعد نفسك لتدرك مغزى الحياة، وساعد الآخرين أن يدركوا مغزى الحياة. هذه أفضل خدمة تسديها للبشرية، هذا تحول البشر إلى مستواه اللي مفروض أن يكون عليه. فالطفل معروف، قصة جدا معروفة، اسمها معروف جدا معروف، هذا قبل 50 سنة، قبل ميت ما أدري كذا 60 سنة 70 سنة يمكن، طفل في الصف الخامسة، قصة معروفة استشهده. هذا الآن يسمى أكبر طبيب في التاريخ، يسموه اسمه معروف أكبر طبيب. هذا في الصف الخامسة، معلمته كانت تستمتع عندما تشطب على ورقة الامتحانية وتكتب فوق ورقته راسب هجي، بسبب الكثرة رداءة دراسته وكثرة إهماله للدراسة. وكان طفل في الصف الخامس، كان على كل حال ما يدرس، ثيابه رثة، دائما ينام، دائما يطلب شنو الخروج إلى الحمام، كان يكثر الخروج إلى الحمام. المعلمات كانت تتبرى من حياته، بس ما يدرون إيش في هذا، ما يدرون إيش في هذا، ليش هذا الطفل هالشكل؟ هذا الطبيب الكبير تاريخه هذا. يقولون يوم، قصة قلت معروفة، المعلمة تتصفح سجلاته الدراسية في الصف الأول، تفاجأت أن المعلم كاتب في خلاصة حياته في الصف الأول أنه هذا الولد اسمه موهوب، ولد جدا نشط، ذكي، كلش مهتم بالدراسة. راحت إلى سجلات الصف الثاني، وجدت أن المعلم كاتب أنه هذا متفوق على كل الطلبة اللي موجودين في الصف، وخلوق جدا وجدا اهتمام. تعجبت، وجدت في السجلات في الصف الثالث أن المعلم كاتب أن هذا الولد تعرض لوفاة أمه، أمه ماتت، فحياته تغيرت، أبوه لا يهتم بحياته، أصبحت حياته مهمومة، تملأها الهموم والغموم. المعلمة في الصف الخامس، هذه المعلمة اللي كانت تكره هذا الولد، تكره، تشوف فجأة أكو هناك الأم بسبب إصابة بالعياذ بالله مرض السرطان ماتت، الولد تدهورت حالته، حالة الدراسية تدهورت، فهواية تألمت المعلمة من أنه ليش كانت تتعامل مع هذا الولد بهذه الكيفية، ليش تقاسي هذه القساوة تتعامل معه. قرت أنه هذا أبوه يهمله، البيت كله فوضى، هو الولد اللي في بيت فوضى شلون يقدر يدرس، شلون يقدر يتأمل. بعدين صدمة، هذه صدمة صدمة، والله العظيم إحنا كلنا حالنا حال هذا الطفل، إحنا فات صدمة تيجي في حياتنا تخربط كل حياتنا. نحتاج، إذا ما تقدر انتهم، على كل حال إحنا كبرنا، إحنا مو أطفال، نقدر نستعيد مشاعرنا، حيويتنا، همتنا. بس هذا طفل، على كل حال كاتبين أنه هذه تألمت المعلمة وبدأت تتعامل معه برفق. في يوم من الأيام، كان يوم ميلادها، ذاكرين عيد ميلادها المرة هي المعلمة، فجابوا الأطفال كلهم هدايا، كل الهدايا أنيقة مشدودة على كل حال بورود بكذا، إلا هذا مسكين الطفل، عندما قدم الهدية قدم لها هدية على كل عقد من أحجار ناقصة الأحجار، مكسورة بعض الأحجار، عقد مخربط رديء رخيص، مخليه في تشيس بقالة، وبعدين فد قارورة عطر ناقصة فيها الثلث من العطر هالشكل انطته. فالأطفال كلهم ضحكوا عليه باعتبار يقدم للمعلمة هذه الهدية التافهة، بس المعلمة كانت تعرف القضية فبدأت تهتم، خلت كل اللي شوفوا هذا، أن تشعر الآخرين شنو حياتهم، قيمتهم في الحياة،
قيمة الإنسان، دور الإنسان، صارت تهتم، فصارت تقول للأطفال أن هذه أفضل قيمة، أفضل هدية حصلت عليها، رأساً لبست العقد هذا واستعملت الطيب هذه القارورة الناقصة، وصارت على كل تمتدح هذا الولد كثير مسكين هذا. على كل حال فرح، يقولون أنه في ذاك اليوم الطفل ما راح للبيت، انتظر حتى كلهم يروحون. الطفل كان جدا فرحان، فيجو يقول احتضن المعلمة وصار يقول لها أنه المعلمة يقول لها أنت تعطين ريحة أمي، فيبدو أنه يبدو أنه هذا العطر عزيز عليه، معطيه عطر أمه. هذه القضية تسببت اهتمام بالغ من المعلمة بهذا الولد. الولد صار الآن معروف، يقولون هالشكل، أنا ما أدري، يقولون أشهر طبيب في التاريخ، وعلى كل حال له أدوار كبيرة كلش في علاج مرض السرطان ما أدري كذا، فما أدري تفاصيل كلش كبيرة. اهتمام أشعر الآخرين دوره في الحياة، حاول تستيقظ الطاقة الخفية الهائلة الموجودة في نفسه، حاول أن تدركه معنى الحياة، مغزى الحياة، وقبل ذلك حاول أن تدرك نفسك ذلك قبل أن تعطيه للآخرين. حاول أنه هو اتقنع نفسك، اقتنع أن لك دور أكبر من هذا الدور اللي تقوم فيه. حاول أن تمارس دورك بأقصى حد مهما كلف الأمر، لا تخاف، بادر، كن شجاع، والله تبارك وتعالى يسهل لك الأمور، الأمور سهلة تصير. هذه الحاشية من المخاوف هذا لازم الإنسان يخليها على كتر، لازم يفرط فيها، لازم الإنسان يتعامل مع الدنيا بشجاعة. أقول كلمة، أخطر سؤال في حياتك السؤال عن قيمتك، عن مغزى حياتك. لا تتعامل، لاحظوا، مع هذا السؤال برفاهية، شوية تعب نفسك. إحنا مع الأسف شوفوا بس توصل القضية أنه شنو دوري، وخر وخر وخر، يحاول الإنسان يلفت باله، يخلي باله على ليش، لأن هذا الدور يدري دور مراقي، فشنو يحصل تأنيب داخلي، فالإنسان يريد يبتعد عن التأنيب الداخلي. كل حياتنا هالشكل، كلما أثار الله تبارك وتعالى في داخلنا سؤال، أنت وينك، أنت شنو تريد تسوي، أنت إنسان، أنت أشرف مخلوقات، بس هذه المفاهيم تثار في بالنا، نحاول شنو نتعاطى معها برفاهية. لا، أنا دا أقوم بالنتيجة. الإنسان يقص على نفسه ويحاول أنه يتملص من هذا البحث. أخطر سؤال في الحياة، أهم سؤال في الحياة، ما هو دورك؟ لا تتعامل مع هذا الأهم سؤال برفاهية، براحة، بدعة، شوية أرق نفسك، شوية تعب نفسك، هذا جهد نفسي، هذا جهد عقلي يحتاج إلى نفس. النفس هنا لازم الإنسان، هاي الأنانية وهاي اليأس وحالة الخطابات الداخلية والنداءات الداخلية، هاي النفس هاي تحتاج إلى علاج، بعدين يحتاج إلى شغل مخ، ترقية، يحفز الإنسان نفسه أنه يخوض المخاطر مهما كلف، لا يخاف من الأمور. نفس يرقيها، بعدين خطاب عقلي، هذا ترقي الإنسان. هذا هو الإدراك، درك قيمة الإنسان. قيمة الإنسان يعني شنو؟ يعني مغزى الإنسان، مغزى الحياة، مغزى ليش الله خلقنا، الله من أجل ماذا خلقنا، شنو الفلسفة، بالله عليكم فلسفة أنه نجي نتزوج نصير دكتور مثلا وننجب أولاد وبعدين نموت ونروح خلاص، هذا
ما أظن عقل يقبل هذا الكلام، أن هذه غاية حياتنا، هذه هي الغاية اللي الله، ممكن غاية حياتي أن أصير شريف كبير، بس غاية الله هذه، غاية الله هناك أهداف، هذه الأهداف على كل حال واجب على الإنسان أن يقوم في تأمينها، في تسديدها، في إقامتها. لذا هناك الآيات الكثيرة أنه الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، شوفوا هذه الآية بالقياس إلى الآيات الأخرى، سنريهم آياتنا، يعني شنو؟ يعني ضعيف بالفعل، ولكن هناك بالقوة، الإنسان مو ضعيف، ليصير اشتباه أنه أنا موجود ضعيف، أنا شبيدي. الإنسان يمتلك لسان، هذا اللسان، هذا منطقة، هذا المنطق يقدر يحرك به الكون كله، يقدر يأثر على الكون كله. نعم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذا الصدق عندك نية تحرك دولاب الحياة، أنت تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى دراسة، لازم ترقي فكرك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يحتاج إلى إنسان يرقي مهارته، يرقي فكره، مو أنه شكل شهوات بس يقرر أنه يكون كذا. القضية تحتاج إلى مقدمات، كما أنك تسعى إلى هذا الهدف لازم تهيئ المقدمات. ولكن كره الله انبعاثهم، بعض الناس الله ما يريد هذا ينبعث فثبطهم، يثبطه يقول له لا، شو وداك انت على البلاوي، انت شو وداك على المشاكل، شنو انت محتاج مشاكل، خليقها. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليلة القدر، ليلة الدعاء، ليلة التعويذة. التعويذة شنو؟ الدعاء لاستجلاب الطاقات الإلهية المودعة في الكون. أكو هناك طاقات أكبر من الطاقات الكون مودعة من قبل الله تبارك وتعالى في نفس الإنسان. يوم القدر لازم الإنسان يعرف قدر نفسه، يعرف مفهوم الحياة، يعرف مغزى الحياة. نحاول نبذل جهد من نوع ثاني غير الجهد اللي بذلناه في ليلة أمس، الجهد الجبار المبارك المقدس اللي هو الدعاء. أكو نوع ثاني جهد أيضا، لكن هذا جهد نفسي وجهد عقلي لإدراك القيمة والمغزى في الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وآله الطاهرين أن يبلغنا ليلة القدر في كل عام، ونحن على أتم العافية وعلى أتم البركات من قبل الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. Oh.